السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وبعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في سورة الناس بعد أن أقول أعوذ بالله سمعنا لي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن شاء الله عز وجل زاري سورة الناس ميلون برنامج إن شاء الله سورة جمرانة قرآن ويستمر وتم ميلو برنامج كفل عن النوي جمران إن شاء الله. يجي برنامج ولا علامات لكن يدعى جميع مجلس النقل كل تفسير عليها. ممكن يكون هني لكن ما تفسير صدر درس بما لنا. ነገር ግን ቁርአኑን ጉቦን መልኩ እንድትረዱት ፈልጋለሁ። እኔ በተረዳሁት ባነበብኩት የተገነዘብኩትን ያህል እናንተ ላካፍላችሁ እወዳለሁ። አላማ ይሄ ብቻ ነው። እና በተቻለኝ መጠን የቁርአኑን ጉበት እንድታዩት ፈልጋለሁ። በተቻለኝ መጠን አማጁዝን በደንብ ተጠንቅቃችሁት እንድታውቁት ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ ቀለልም ስለሚሉ አጫጭርም ስለሆኑ ሱራዎቹ ቢያንስ በዚህ አመት አማጁዝን እያንዳንዳችን የተሻለ ከነበረን እውቀት የተሻለ እውቀት ሊኖረን ይገባል የሚል አቋም አለ። በርግጥ አንድ ነገር በልበ ሙሉነት መናገር የምችለው ነገር አለ። ቁርአን የሰው ልጆች ሁሉ ጊዜ የመማረክ የሰው ልጆች ሁሉ ጊዜ የመቆጣጠር ችሎታና አቅም እንዳለ እና በማሳያችሁ የቁርአን ትርጓሜዎች በማሳያችሁ ቁርአናዊ አስተምሮት በሚለው በምናነሳቸው ሱራዎች እስከዛሬ ድረስ ባቀረብኳቸው ቢያንስ አራት ፕሮግራሞች እንደተደነቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የቁርአንን ውበት እንዳያችሁ ቁርአን እንዲሆን እንደምትሉ እንዳደረኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም የምንቀጥልበት ያንን ነው። ثم والله عند نقدر نناقش خلال اهم سورة الناس تمرات ستوتو اذا ذاك درس لي سورة الناس على قوم من تونس ان شاء الله عز وجل على ما يمهن القران يقران شروطه طبعه يقران طرقته غصفته ترتاچو كقران لا يلاچو حيوت اللي تستكاكلونا القران كل شيء ينبوراچو قران يهوتاچو يغنا مريا ديون افلغالو الله عز وجل سورة الناس ان سورة الفلق عند لا يوردوا سورة الفلق سورة الناس بكلمه مجمر يلبن هيستوريكال باك جراوند اوف ذيس تو سورس الناس يلزي ولت سوراوت هيستوريكال باك جراوند داچو مندنو يميلون نبرك سورة الناس ان سورة الفلق ولتو 113 و 114 القران معرفوش ناتشو اون اللي بقول لك عليه 113 و 114 سورة الفلق 113 114 ولتو سورة الناس الناس ولتو باند لا 11 انابسوچ ناتشو 11 انابسوچ ناتشو ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህ ሁለት ሱራዎች ወረደላቸው መቼ ነው በሚለው በዑለማዎች መካከል የተወሰነ ያሳብ ልዩነት አለ። አብዛኞቹ ዑለማዎች ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ስኮላርስ አብዛኞቹ ዑለማዎች መዲናዊ ሱራ ናት ይላሉ። አይዲ መዲና የወረደች ሱራ ናት፣ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና በነበሩበት ሰዓት ነው የወረደው የሚሉ አሉ። የተወሰኑ ዑለማዎች ደግሞ የለም እነዚህ ሱራዎች መክይ ናቸው መካ የወረዱ ናቸው ይላሉ። መዲናዊ ናቸው ከሚሉት እንጀምር። የኔም ሐሳብ ከነሱ ሐሳብ ጋር ይገጥማል። መድኒ የሆነበት እነዚህ ሱራዎች ወረዱት መድኒ ናቸው ብያቸዋለሁ። መድኒ ውስጥ ወረዱ ሱራዎች ናቸው ሁለቱም ሱራዎች። ሱራቱ الناس 5 6 4 ሱራታት ሱራቱ ፈለቅ 5 አንቀጾች አሉ። አንድ ላይ 11 አንቀጾች ይሆናሉ። ታሪካዊ ዳራውን እንመልከተው። በቅድሚያ እነዚህ ሁለቱ ሱራዎች ሱራቱ ፈለቅ ወሱራቱ الناس ሱራቱ አልማዕዑዘቲን ተብሎ ይጠራሉ። ሱራቱ አልማዕዑዘቲን ሱራቱ አልማዕዑዘቲን ማለት የመጠበቂያ ምዕራፎች ማለት ነው። እነዚህ ምዕራፎች የመጠበቂያ ምዕራፎች ናቸው። ከምን ከምንድን ነው የምንጠበቀው? ኢንሻአላህ ወደፊት እንመለከተዋለን። ሱራቱ ፈለቅ ድግምትና የመሳሰሉ ነገሮችን ከጠንቋዮች እንጠበቅበታለን። እንዲሁም ሱራቱ الناስ ደግሞ በቅለም ከሚለው በልብ ውስጥ ከሚወሰቁሰው ከክፉ ከሸይጣን ተንኮል እንጠበቃለን። ስለዚህ ሁለቱም መጠበቂያ ናቸው። ስለዚህ ሱራቱ አልማዕዑዘቲን ተብሎ ይጠራል የመጠበቂያ ማዕራፎች። መልካም ታሪካዊ ዳራው ምንድን ነው? ታሪካዊ ዳራው እነሆ እንዲህ ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰባተኛው ዓመተ ሂጅራ ማለትም የኸይበር ጦርነት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰባተኛው ዓመተ ሂጅራ ያደረጉት ኸይበር አብዛኞቹ መዲና የነበሩ አይሁዶች መጨረሻ ላይ ከመዲና ሲባረሩ ይሄዱ ኸይበር ነው ባጭሩ።
مدينة وسط صوص يهود مصاوت نبا بني نذير بنو قينو قنا بنو قريضة يمبا النزي ما كمان التنيا عليه الصلاة والسلام قال بوليتيكا ويس أبنى براجو مكنياتهم مالي التنيا عليه الصلاة والسلام لا عيون روجو يفرمتن فيرما يفرمتن الجنة سرعة عيون روجو أفرز يزيك زي مالي التنيا عليه الصلاة والسلام لما سالي بني نذير روجو أغيرو تلقون بيوتا أزواجو أغيرو لك أغيري لك أتو بيوتو أزواجو يزاني أغيرو لك أسيوت مدينة إذا سمسوا في نبرو خيبر أبزاني يجو خيبر بيه أنهم خيبر يهود يملك الدنيا عليه الصلاة والسلام ألا خشنا أشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك ما قد فعل قال يجاد الدنيا المكرمة بل من الدنيا عليه الصلاة والسلام لا يتقن تلا ما ترى بين المسلم يتقن تلسارة أشان لسارة أشان من الدنيا عليه الصلاة والسلام يقول أشان أشان سلزيم كان الناس ما كان لبيد بن عاصم يميبا في صحيح البخاري لا يلبس حديثنا لبيد بن عاصم يميبا سو يبنى مكرمة إنيا بطلع يجزيه لأن ربك مكرنا من الساقه النجار إلنا إنما أنت يا مزيد دليل بتاعه تحسس سلوم specialized سلوم يدقنتم specialization عنده سبحان الله specialization وبتاعه كبار سلوم أنت do something ده تيونا نجار أدرك ده لبيد ابن عاصم هنا تكبله كهذا لا رأبنا يسوع تهتم لو قال النبي إنه حقيقة النبي كهونا أنت متقبل دقنت سلوم بمن ما تقوم نقلكن يلبي تبين عسل دقين تلاو كانوا صاونا ميكلو سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم كاتت عن ريموت ويفرلكوا ثمانة النبي لبي تبين عسل ملك تاني عليه الصلاة والسلام لا يجب انت لنصارع لنصارع تعصر إهلا مغرق الميشن وكات المنقر سيفلك ملك تبين عليه الصلاة والسلام اللي يقدر كلا شو يطورا عيدو جنبا النبي أرسو يلبي صلى الله عليه وسلم من كومب وين ما بتطرع كما بتطرع علي عندنا ما بتطرع علي تسأقولي خلاها النزل تسأقولي زوجة انتي من أحسن الرجل كذا بزارينه سهر وين تجمعتني هذا بقى؟ أنا النبي عليه الصلاة والسلام سهر وين تجمعت أفريقيا الرواجون بقى؟ بدل وستاو النبي صلى الله عليه وسلم عندنا سرود يسرو يمسلاجون قرار سرود عندنا سرود سرتو ده قرار سرو يمسلاجون تجمعت هني هذا كمان بقى؟ ليلا سو يومرو تجمعت دمي قال لي تابع كده تراش النبي يكون أبي كان ميدنو بلا مجيء فرعون ناس لكالج النبي دمنا عيسو تجمعت لنا إيه نيا كفا دقيم تنام بريك سلامنا أنا نبي صلى الله عليه وسلم بتعب ربك شاك جو جمع أملك أن ملك تنع عليه الصلاة والسلام تنجدو كلت ملاك بسوكة ستم السليمة تنجد على التاريخ بسوكة ستم السليمة تنجد أن دنيا وراس برقي أن دنيا ورمو أغير برقي برقي ونو كلاين لك تحت ونو مالتنا كلاين كتاك يالو من هونو نبري تيكا Something has wrong happened with this man. He's a woman like a woman. Salaam wa rabbi wa salaam wa rahim. Minna kutos niya wilal. Ayy, dikin sada da robot kuna wilal. Rasi ki wilal. Manna dikin tada raga bati la rita chini ala tayyika. Malik tani alayhi salatu wa salaam, hiya nga gari bisa maan. Mekini hatu, fi sahih Bukhari la yalla khayi sallam. Nubi hatu chayna chaytanya lini lupa chaytanya lini. Nabi hatu, the whole prophets of Allah. Yuhullum ya Allah nabi hatu. ልቡናቸው አይተኛም አይናቸው የሚተኛው እና መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚደረገው ኮንቨርሴሽን ንግግር ይሰማል እና የሚከተልና ማን ያደረገበት ነቢይ ኢብኑ ዐስም የሚባለው አይሁዳዊን ያደረገበት ነው ገሚሶቹ አንዳንድ ዑለማዎች ሰልሞ ነበር ሙናፊቅ ነው የሚሉም አሉ ወላሁ አዕለም ግን አይሁድ ነው የሚለው ብሎ ያስኬዳል በምንድን ያደረገበት ይላል ከጸጉራቸው ላይ በማለት መፍጠራቸው ላይ ከሚገኝ ጸጉር ነው የሰራው እና የትን ያስቀመጠው يعني بيت وحام من جانب شو صفاي تقصنا الزاد من جاي صرنا يسكن متهم سيرو تصفي تكمل متهم الزاد أنا بمن دم رهين المكشف من بيتشال مري تيجوا على البراي كان لكان عبد المول راس جبريل يا رب مو ملاك كم بس اللتا جبريل نعم كين ميرا كذا وهلا يه ملاك جبريل عليه السلام سورة المعوذتين كمان سورة الفلق وسورة الناس كلهم سبحان الله دقمت يتدرج إذا ما ترى عصر عنده بوتنا يقرأت لهم أنا في السدر عصر عنده سورة الناس سدسنا كفر جل سورة الفلق همسنا كفر جل عند لك عصر عنده كذا بهم تنقل جوا جوا سفين من الدنيا لي سنة السلام سين أبو بن جل توك أتى صاحب وجه شو نيازونا إذا كذا وارب سبحان الله هي كذا دنجا ولا سبحان دنجا وتنسى سنسى إذا وارب نقدر زاد كم تان إذا ما ترى عصر عنده بوتنا فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع جمعه قل أعوذ برب الفلق عندنا مطلع جمعه
ሁለተኛ ወፈታ ጀመረ ሶስተኛ አስራ ምንም ማንቀስ ሲቀሩት አስራ ምንም ተፈታ ከዛ ወልተኛ ለሰላቱ ሰላም ከላይ ላይ የሆነ ከባድ ነገር እንደተነሳልን ቆጣቁኛል አብዛኞቹ በደግም ተያዙ ሰዎች እላያቸው ላይ ከባድ ሽግል እንደተቀመጠባቸው ስሜት ይሰማቸዋል ከባድ ስሜት እንደተቀመጠባቸው አንደኛ ይሄ ነገር ለምንድን ነው የተከሰተው ወልተኛው ራዲ ሰላቱ ሰላም አላህ መጠበቅ ይችላል ሱራቱ ማይዳ ምዕራፍ 67 ላይ በግልጽ አላህ አንተን ከሰዎች ይጠብቃል ብሏል አንተ ቢአሩሊና በአይናችን ቁጥጥር ስር ነው ብሏል አላህ ወዓዘ ወጀል ወልተኛው ራዲ ሰላቱ ሰላም በርካታ ጊዜ ሊገሏቸው አስበው ግን አላህ ፈቀደላቸው ይሄን ክስተት ግን እንዲከሰት አላህ ፈቅዷል ምክንያቱም ለኛ ትልቅ ቁም ነገር ነው አንደኛ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ሱራቱ አልማርም ዘጠኝ መልኮታዊ ቃል መጥቷል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማንም ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ቢጠቃ ቢያንስ እንኳን ወልተኛው ራዲ ሰላቱ ሰላም እንኳን ይሄ ነገር ተፈጽሟል ብሎ ያስባል የልብ እርጋታ ያገኛል ሱብሃንአላህ ወልተኛው ራዲ ሰላቱ ሰላም ላይ እንኳን ያደርጋል ከእንደገና ሶስተኛ ዘ ሪያሊቲ ኦፍ ድግምት የድግምት ሪያሊቲ አለማችን ላይ ድግምት የሚባል ነገር እንዳለ ማረጋገጫ ነው ማለት ጥሩ ታሪካዊ ዳራው ከእኛ ያልተጠቆምኳችሁ ሱራ የወረደበት ሰበብ እንደሆነ ይሄን ካባችሁ ሱራቱ ናስን በቀጥታ ከማይዚ በፊት አሁንም እንደተለመደው ሱራቱ ናስ የመጨረሻይቱ ሱራ ናት አይደል የመጀመሪያይቱ መክፈቻይቱ ሱራ ደግሞ ሱራቱ ፋቲሃ ናት ከሱራቱ ፋቲሃ አብረው እንዴት እንደሚያያዙ እንመልከታቸው ከዚህ በፊት በርግጥ ጠቆማ ሰጥቻችኋለሁ አሁን ነገር ግን ሱራቱ ናስ ራሱ የቻለ ፕሮግራም ስለሆነ ከሱራቱ ፋቲሃ ጋር ግን እንደሚያያዙ እንመለከታለን ማለት ነው ቁርአን ከቁርአን እንዴት እንደሚተሳሰሩ መለኮታዊ ቃል እንዴት እንደሆነ ይሄ መጽሐፍ ምናረጋግጥበት አንዱ መድረክ ነው የሰው ልጅ እንዴት ይጽፋ ይችላል አሁን ማውራህ አለ የሰው ልጅ እንዴት ይጽፋ ይችላል በል ተከተልኛው ሱረቱ الناس ምንፈትና قل اعوذ برب الناس በል በሰዎች ጌታ እንጠበቃለን ይላል የጌታ ስም ተጠቅሷል ረብ የሚለው ስም قل اعوذ برب الناس ረብነ ተጠቅሷል አይደል ጥሩ ሱረቱ الفاتحه መክፈቻይቱ መቅራቱ ምንድነው መክፈቻይቱ ማዕራፍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الحمد لله رب العالمين مسغرا لعالماته جيتا لله يتغبر ازي لما قول اعوذ برب الناس ازي مرب الله مكفچايتو مرب الله موچايتو مرب الله سوره الفاتحه لا يوزن يعني مغيره سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين لا يقول رب الله رب ميلو قال رب معناته جيتا معناته ስለዚህ ጌታ አላህ የመጀመሪያው ቁርአኑን ስትከፍተው ጌትነቱ ይነግራል ማለት ነው መክፈቻይቱ ጌትነቱ ነው መውጫውን ደግሞ ስትከፍተው ቁል አዑዙ ቢረብ الناስ በል በሰዎች ጌታ ተጠብቃል ነው ማለት ረብነቱ አለ ማለት ነው መክፈቻይቱ ላይ ረብ አለ መዝጊያይቱ ላይ ረብ አለ በጥበብ ነው አላህ ያስቀመጠው ይሄንን ጥበቡ ወላ ለነግራቸው በጥበብ ያስቀመጠው መልእክተኛ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያቆ ሊሰፋቸው ነው ይዛራ ኢንሻአላህ መክፈቻይቱ ላይ ያስቀመጡት ረብ ነው መጨረሻው ላይ ረብ ባደረው ደግሞ ይገጥማል ላ ይስፋይቱ እንቀጥል قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك ንጉስ ማለት በሰዎች ንጉስ ሆኖ ተጠበቃለ ወይ ملك الناس سوره الفاتحه ላይ ሲተመልከት በسوره الفاتحه በመላራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ مالك يوم الدين مالك يوم الدين ይፍርዱ ቀን ባለቤት ይፍርዱ ቀን ንጉስ እሱ ነው እዛ ማሊክ አለ እዚህ ማሊክ አለ ጥሩ እዚህ ሱራቱ አላ ሱራቱ الناس ምዕራፍ 114 ቁጥር 2 ላይ ملك الناس ዘሩ ሱራቱ ፋቲያ ምዕራፍ ቁጥር 4 ላይ ملك يوم الدين ጥሩ ሶስተኛ ነው قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس اله ምንድነው አምላክ ማለት ነው اله الناس አምላክ በሰው ልጆች ሁሉ አምላክ ሆኖ ተጠበቃለው ወይ ይሄ اله ምንድነው የሚደረግልን ይመሰገናል ይወደሳል ይደነቃል ይመለካል ለሱ ብቻ ይሰገዳል መስዋዕት ለሱ ብቻ ይቀርባል ስለዚህ ሱረቱ ፋቲሃ ምዕራፍ 15 ላይ እንዲያከና ያብዱ ወእያከ ንስተዒን አንተ ብቻ ንገዛለን ካንተ ብቻ እርዳታ እንለምናለን ለምን ምክንያቱም ኢላህ አንተ ስለሆንክ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ኢላህ الناس ተሰውቱ ምን አምላክ ሆኖ እያከ ያብዱ ወእያከ ንስተዒን አንተ ብቻ ንገዛለን እንዴት እንደሚተሳሰር ተመልከት ሶስት ስሮችን አያራ አራተኛ አራተኛ ላይ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس بكلم بايكونو غوتواچ شيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
كولت أكلافك الله اللي تبكن إياه لما نوم صورة الناس لاي تبكن إياه لما من الجنة والناس بقول لسه درجة ميوس أبو سوسا وتشالو بقول لسه درجة هونو ميوس أبو سجنة سأزي كجنو مسواس كسو مسواس جيتا ويتا بكن إياه لما صورة فات على لما الله كما هذا رسالة تنقل اللي تبكن من لما نوم من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنتناجو قلت عند تطبق على من خلق اكل على بلا سوره الفاتحه بالبلغ قران بدل تمركتها عند تطبق على من خلق اكل على اهدنا الصراط المستقيم ولا تفتنوا من غير مراد نجر كان يمان من غير قال كان صراط الذين انعمت عليهم يا تصدق بوارك بقاتهم ابو قدم سلفوቻችን ينسوا من غير مراد يدغاقوچو من غير مراد عند تطبق على من خلق على من غير المغضوب عليه ينتقد طيب الطابعه عينه ولا الضالين دمو يطفو دمو مسمر يساططالو نصارو كنذي هنات ما عبرسو جيتاچو يطبقن اسلمنا ميزاناوي نو انذي بتام بوقت يناططو ناتشو عينوچو دمو قطو اتكماچو بوقت بيچاو ما تغباري نو انذي نوچو دمو املكو بيچارو بن تغباري نو من املكو بيچارو بوقت يمو سلام الله كون يطرا ملكته يلاچو بياچو سلسل بمعنى يعني ميزانا ويتول الجنة وكذلك جعلناكم أمة وسطا سورة البقرة مرحولة قطر مطار مصر سلسل إن أنت ميزانا ويتول الجنة رجعت جعلنا ولا سلسل إنيان يؤكثم يتقوال يتول الجنة مع الله يعني سلسل كالذي كولد ما هذا سبوح تبك الولان ولا هنا سورة الفاتحة يعني so it's protection from trials of society بلان كما هذا سبوح تنقل انت تبك كالذي كولد ما هذا سبوح إذا رأوا بقل بزن لرجع سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس زيدهم بالسبب وانت تقول ذات ستستني وانت ملكت عبرون نيت الدمير بما جرى شيء سورة الفاتحة قرأ لهم من يلا سورة الناس لا يقول أتاك على فتشاته عندما نتبك الله يلمنا جننا سوج تنقل يمش سوج جننا سوج كان الذي يقول أتاك على الله يتبك على عليه سورة الفاتحة على سنتنا سوستنا جو متبك باتشو أرادتنا جو أمستنا جو هلا لا قلتنا جو غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان كولا تاكالا تبقى نيال نور وزي وطاري سورة الناس ليرمو كان دقنا كولا تاكالا جننا إنسان كان نسو تبقى تبقى نزي لمو غير المغضوب عليهم ولا الضالين أصابي قلت سوان يتقوى بان طب كسورة الفلقة يالهم من الناس لمن عن الملكة أهون بلقوا بالأفعال مدو عندما تلمل أسكاو قال لك أمتا فين يوم بلقوا سنو سورة الناس و سورة الفلق قلتوا ما رأوا يروا بسرعة وشنا تشوي يجوان بعد كما نت رجل سورة الناس يمشي على شانه متواصل سوسة يروا سورة الفلق سورة الفلق إن شاء الله سبحانه وتعالى لما تعبدنا بتعمل ميدا كسرعة من الملكة تعالى سبحان الله عندنا جمع جبل قرآن سورة الناس سدستان كسر قل ولا سان هذا كان من المغرمة سدستان كسر ناون بقى ما جاء في دلوقتي ما قدرت أشوفه من يعني سبحان الله كسورة الناس ما سورة فلقة يلا شو كنيشن قومي لا تجول من الملك لذا هي مس أفضل من سفاي جل من الملك قومي لا تجول من الملك عندني سورة فلقة من الملك قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد النذير ناجي أم مستنقذ من ما قلنا بني قطرة بلا مبصر كنا ملك تعالى أبو ثور يسأل الناس أهم من مفلقون أثر من دنا بفلك ما بسورة الناس يدوم من منة لما تقوم سورة الفلق نرفع نمته أسراسوس قدرة مستلعي الله عز وجل قدرة مستلعي من شر ومن شر حاسد إذا حسد حسد ولا كل من قال حسد مكنينا كمكنيا كفات بمن مكنيا جزي كمكنيا كفات طبكني بدلنا مكنيا بزوراتين بزونيا بزونيا مكنينا يبزون تاتين بشتا ما بالدو تملكوا قطر خمس لي سوره الفلق ومن شرها سيدي اذا حسد مكنيا بمن مكنيا جزي كمكنيا كفات كمكنيا تنقول جيتاوي طبكني بدلوا الله
ሁሉ ክፉ ምቀኛ ማን ነው? ማን ነው ክፉ ምቀኛ? ሸይጣን ኢብሊስ ራይት ኢብሊስ የመጀመሪያው የጀመረው ምድራችንን ያያቸው የመጀመሪያው ምቀኛ ሸይጣን ነው ኢብሊስ ነው ለዓለም ላይ እንደተሰቀለው እሱ ከመድራ ፈጥሮ እኔ ከሳት ፈጥሮ አይገባም ምቀኝነት እኮ ነው ሌሎች መላእክት ይሰግዱለት ስለተዘጋጁ እንደገና ዓለም አላህ በእውቀት የበላይ አድርጎታል እሱ ከኔ እንደዚህ ይበልጣል ለምን ለሱ ሰግደታል አላህ ለምን እሱ እንዲህ ያልቃዋል ምቀኝነት አይዘው ምቀኝነት አንተ ነገራችሁ አንድ ሰው አንድ ሰው በክፉ ተመቀኘው ማለት ሩሙን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄ ሰው ከያዘው ነገር አላህ ነው ለይ ሰው ገንዘብ የሰጠው ለዚህ ሰው እውቀት የሰጠው አላህ ነው አይደል እውቀት ሰጥቷል ገንዘብ ሰጥቷል ግን አላህ ለሱ አልነበረም መስጠት የነበረበት ለኔ ነው አላህ የተሻለ አውቀ ማለት ነው ባይዘው አላህ ሙስተዓን ምቀኛ ማለት ነው ምን ምክንያቱም ለሱ ሳይሆን አይ ዲዘርቭ ኢት እኔም ይገባኝ ካለ ከጌታ የበለጠ ነው ያውቃለሁ ያለ ኢንዳይሬክት ኢኛ ለከፋ አላህ አለምን አልቆታል ወለቀድ ከረምና በኒ አደም በልነው የአደም ዘሮችን ሁሉ አልቋል ኢብሊስ ግን ተቃወመኝ አልተመቸው ደበረው እና አላህ ማዘዘው ቁጥር 5 ምቀኛ አለ በህይወት ዘመን ከምቀኛ ሁሉ ተንኮል ይጠበቃል ስለዚህ ሸይጣን በሰዎች ውስጥ ቦናስ ዋነኝነት የሚረጫው ነጥብ ምንድነው ምቀኝነት ዋነኝነት የሚረጨው ምቀኝነት اللهم عز وجل سورة البقرة مرحبا قطر ولد متصل من تلا يا أيها الذين آمنوا الناس يا مراجعون ادخلوا في السلم كافة ولسلمنا تقلل لبلاجون يا شيطان من دكا تكتل دكا تكتل لاجو عطيه لمن كتل سبلنا تقلت ستالات الله تقلت سيقول عدو مبين لأن أنت قلت سيونا تالات ترو سورة الفلام نسلم ملكته الله የሰው ልጆች በጌታቸው እንዲጠበቁ ይፈልጋል ከምን ውጫዊ ላይ ከሚደርስባቸው ጉዳቶች በውጫዊ ድግምት አንተ አካልን ሊጎዳ የሚችለው አእምሮን ሊጎዳ የሚችለው አካልን ለመጉዳት ይችላል ድግምት ጠንቋዮች የሚተነቁሉት ድግምተኞች የሚሰሩት ድግም የሰውን አካል ሊጎዳው ይችላል ስለዚህ አላህ የመጀመሪያው ከአካል ፊዚካል የሆነው አካላችን እንዲጠበቅ ቁል አዑዙ ቢረቢ ልፈላቅ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد النسب حاسد سيبزا اكالو تقف لي ادرس لي ايه اكالو تبقى انت تبقى ان الله يما صنعنا سوره الناس كان يجرب اكالو يعني سلمنا ميزان اغنى بيجوا اكالنا منفس يسلم تطيق قلبي لبي من يتبقى قلبي لمو نفسه لما تترك عند بطن صلاة الناس نورد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عجيب صلاة الفلق أكالا من التبكى تكلم تنجو شو تنقوى كم يساوت من كلمة من كلمة كم كلمة عين بمنفسه من دون رجل لبين شيطان يوسوس ከሱን ተጠብቅ ይገባል ስለዚህ አካላዊው መንፈሳዊ ወይ ውጫዊው ውስጣዊው መጠበቅ ሁለቱን ስራዎች አወደ ሁለቱን እንደምንክላል ይሄ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጠቁበት የነበረው ውስጣዊ ውጫዊ አይደል መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጫዊ ነው ምክንያቱም ልቦናቸውን አይደለም የሚወሰውሰው ልቦናቸውን አይወሰውሰው አእምሯቸው ግን የሰውን ነገር እንዳልሰሩ ያሰቡት ነገር እንደሰሩ በአካላዊ ህይወታቸው ጉዳይ ላይ ዝብርቅርቅ ያመጣው ያለው ግን በመለኮታዊ ወይም በሚወርድላቸው መለኮታዊ ረገጥ ላይ መለኮታዊ መገለጥ ላይ ስህተት ነበር አልነበረ ለምን ምክንያቱም ልቦናቸውን አለ የሚያጠቃው ግልጽ ነኛ ጥሩ ሱረቱን ፈለቅ ላይ ያሉት ነጥቦችን ስትመለከት አላህ ከፈጠረው ክፉ ነገር ሁሉ ይጠበቃል ምን ማለት ነው ወደ ሱረት ፈለቅ ላይ ሲመጣ እናያለን ከድግምተኞች ይጠበቃል ከሌሊቱ ጨለማ በድንግዝግዝ ውስጥ ከሚደረጉ ክፉ ነገሮች ይጠበቃል ከምቀኛ ይጠበቃል ስትል እነዚህ ነገሮች ከአንተ ቁጥጥር ውጭ ናቸው አንተ መቆጣጠር አትችልም ዳራ ኦፍ ዩ ኮንትሮል አንድ ሰው ድግምት ተደረገበት ከሱ ውጭ ቁጥጥር ነው
ድግምት ሊደረገበት ከሱ ቁጥጥር ውጪ ነው። ራሱ ይሰራው አይደለም በራሱ ያመጣው አይደለም ግን ከሱ ቁጥጥር ውጪ ነው። ምን ማረጋጭ ነው? ካቀሙ በላይ ነው። ስለዚህ አላህ ወይ ዘውጅ ላይ ጠይቀው ድግምት ለምን ተሰራበት ብሎ አይጠየቅም። ድግምት የሰራው በመንዛ በገዛ ድግምት የሚሰራው ሰው ግን በፍቃድ ነው አይደለም? በፍቃድ ነው። በፍቃድ የሚሰራው ድግምት የሚሰራው አካል ሸይጣን ወስውሶት ነው አይደለም? ወስውሶት ነው። ስለዚህ ሱረቱ ፈለቅ ላይ የተቀመጡት ነገሮች አንተ ተጠያቂ አይደለም። አንድ ሰው ተመቀኝቶ አደጋ ቢያደርስብህ ማንኛውም ክፉ ነገር ቢያደርግብህ አንተ በዚህ ጉዳይ ላይ አላህን ተጠያቂ አይደለም፣ አድራጊው ተጠያቂ ነው። ሱረቱ ናስ ሱረቱ ናስ ላይ ግን الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ልብ ነው ያጠቃው ተብሏል። ልብ ውስጥ ነው የመጣ በቅልም የሚለው ተብሏል። ስለዚህ ሸይጣን የሚሰጥህን ወስዋስ ሹክ ሲልህ ሄደህ የምትተገብር ከሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ተጠያቂ አይደለም። ምክንያቱም በነጻ ፈቃድ ተቀበለ። ሱረቱ ኢብራሂም ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ላይ ሸይጣን የውል ቂያማ ኹጥባ ያደርጋል። ሁሉም ጀሃነም ከገቡ በኋላ አላህ ይጠብቀንና በሉ እንግዲህ ያው ዛሬ እኔን እንዳትወቅሱ፣ መውቀስ ካለባችሁ ራሳችሁ ነው የምትወቅሱ። ምክንያቱም እኔ ያው ኢሜል ሊላኩላችሁ መክፈት እንዳለመክፈት የእናንተ ምርጫ ነው። ስለዚህ ኢሜል ስልክላችሁ ዋትሳፑንም ስልክ ከፈታችሁ ከዛ ተከተላችሁ፣ እኔ ደግሞ ከተከተላችሁ እሰየው ብቻዬን ለምን በጃን አብረን ምን እንጂ አልኩኝ። እና ዛሬ አደራ ምላችሁ ነገር እየመጣችሁ እኔ ጋር ወከረኝ እንዳትሉብኝ። እንደውም እኛ ሰዎች ጃንም ከመግባታችሁ የበለጠ የሚያበሳጫቸው የእሱ ንግግር ነው። ምክንያቱም ሸይጣን ወስውሶ በምታደርገው ነገር ላይ አንተ ተጠያቂ ነህ። ምክንያቱም አላህ አስለ መጀመሪያ ሸይጣንን የምንቋቋምበት ነጥብ አንደኛ ቁርአን ሰጠን። ቁል አዑዙ ቢረብ ናስ መሊክ ናስ ኢላህ ናስ ምን ሸር ልወስዋስ ልከነስ አለዚ ወስውሱ ፊ ሱዱሪ ናስ ሚነል ጅንኒ ወልኢንስ። ስለዚህ ሱረቱ ናስ ላይ በሸይጣን ወስውሶ አማካኝነት የምናደርጋቸው ተግባራቶች ተጠያቂነት ሲኖራቸው፣ ሱረቱ ፈለቅ ላይ ሰዎች በእኛ ላይ የሚያደርጉት ክፉ ነገር እኛ ተጠያቂ አይደለም። ስለዚህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሱረቱ ፈለቅ ላይ ያለ አርቂዎች ተከሰተባቸው በጉዳዩ ላይ ሰዎች ተጠያቂ አለ አው ዲስ ኮንትሮል መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሳቸው ቁጥጥር ውጭ ነው። ሱብሃነሁ ተመልከቱ እንዴት አቦ እንደሚይ። ሶስተኛ ነጥብ እንደማለት ሱረቱ ፈለቅ አታክ ሊያደርግ የሚችለው ሊያጠቃ የሚችለው አካልህን ብቻ ነው ወይም ደግሞ ዓለማዊ ህይወትህን ነው። ድግምተኞች፣ ጠንቋዮች፣ ሟርት የሚጠሩ ሰዎች፣ ሰው አኩራተን እናስቀምጣለን የሚሉ ሰዎች፣ በአይናቸው ሰውን የሚቀጥፉ ሰዎች እንዲያውቁት የምንፈልገው አንድ ነጥብ አለ። ድግምተኛ፣ ጠንቋይ፣ ሟርት፣ ብሮንትልን፣ አፈዛ ድንግስት የሚጥሩ ሰዎች የሰውን ዲን መጉዳት አይችሉም። አኺራን ማበላሸት አበደን አይችሉም። አበደን በፍጹም አይችሉም። ዓለማዊ የሆነውን ጉዳይ አላህ ፈቅዶላቸው ለጥበብ የእኛንም ሰውን ለመፈተን ብሎ አላህ ሊፈቅድላቸው ይችል ይሆን? ሱረቱ ፈለቅ ያንን ነው የሚያሳይ። ድግምተኛ አኺራን ሊያበላሽ በፍጹም አይችሉም። በፍጹም ሱረቱ ናስ ሱረቱ ናስ ላይ የተጠቀሰው ግን አጀብ ነው። እሱ በጣም ከባድ ዲንን ነው የሚቦረቡረው፣ እምነትን ነው የሚበዘብዘው፣ ቀልብን ነው የሚያገፈግፈው፣ አኼራን ነው የሚያሳጣው። ምክንያቱም ሸይጣን የሚያዘንን ነገር ስንከተል በሸርክ ያዘን፣ በቢድዓ ያዘን፣ ፋሕሻ በሆኑ ነገሮች ያዘን፣ ወንድምን በማጥቃት ጉዳይ ላይ ያዘን፣ ዲንን ችላ በማለት ላይ፣ ሰላትን በመተው ላይ፣ ለመልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክብር አለመስጠት ላይ፣ ለዑለማዎች የሚገባቸውን ክብር አለመስጠት ላይ እምነትህን ይመታዋል፣ ቀልብን ያረግፈዋል። ስለዚህም አላህ ይህንን ስለሚያውቅ ሱረቱ ናስ አኼራን ስለሚያበላሽ ሶስት ጊዜ ስሙን አነሳ። ቁል አዑዙ ቢረብ ናስ መሊክ ናስ ኢላህ ናስ። ስንት ጊዜ አላህ ስመጣ? ሶስት ጊዜ። ረብ መጣ፣ መሊክ መጣ፣ ኢላህ መጣ። ሱረቱ ፈለቅ አንድ ነው የአላህ ስም የተጠቀሰ። ቁል አዑዙ ቢረብ ፈለቅ ሚን ሸሪ ማ ኸለቅ ወሚን ሸሪ ጋሲቅን ኢዛ ወቀብ ወሚን ሸሪ ነፋሳቲ ፊል ዑቀድ ወሚን ሸሪ ሓሲድን ኢዛ ሐሰድ። አንድ ነው የአላህ ስም የተጠቀሰው። ለምን? የተዘረዘሩት ነገር ዱንያን ነው ሊያጠቃ የሚችለው፣ አኼራን አያበላሸው። የአኼራ ጉዳይ ግን የበለጠ ነው። ምክንያቱም ያንተ ህይወት ቀጣዩ ዓለም ነው።
ያለበት መንግስተ ዓለም ላይ ነው። ስለዚህ ሱረቱ الناس ላይ አላህ ስም ደጋግሞ አነሳ። ምን ለማለት ነው? ምክንያቱም ቁል አዑዙ ቢረብ الناس ملك الناس إله الناس በዚህ በሰውጆቹ ውስጥ ጌታ ሆኖ በሰውጆቹ ሁሉ ንጉስ ሆኖ በሰውጆቹ ሁሉ አምላክ ሆኖ ጌታ ተጠበቃለው ነው። ከምን ይቻለ ወስወስ الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجن والانس አንድ ነው። ምን ይቻለ ወስወስ الناس الذي يوسوس في صدور الناس እችን ለማብራራት ሶስት ያላህ ስም ተጠቀሰ። አኺራን ነው የሚያበላሽ። ይሄን አንተ አላማው ይደሩ ተከለ እንኳን እንቅልፍ የለው። ባለፈው ፕሮግራም እንደራቻለ ሸይጣን ንብለት የሚደንቁት ባህሪያቶች አሉ ብያቸዋለሁ። ትዕግስተኛ፣ በጣም ታጋሽ፣ በጣም ታጋሽ ይጠብቃል። በቃ አልፎ ነው የሚጠብቅ። ሰሞኑ ሰላት ላይ ነው አንድ ቀን ሰላት ላይ ነው አላማው ይሄ ነው። በአሁኑ መዘጋው ጥቷል። በሚቀጥለው የራሳችንን ስራ እንሰራለን። አሁን እንጂ አብረሳለች በሚቀጥለው ብቻ ሰብር ማለት ነው። ይታገሳል። ሚንሸሪ ወስዋስ ይተነስማል። ብቅ እል ብቅ ይላል። ፎርዋርድ ልክ ስትደርስበት ፓክዋርድ ያደርጋል። ወደ ኋላ ይመለስ። ብቅ ይላል። ምንም ከሌለ ተመልሶ ይላል። ሁለት እርምጃ ይወስዳል። ከደረስክበት ወደ ኋላ ይመለስ። ሸይጣን ይሄ ነው። ስለዚህ አኺራን ለማበላሸት የበሮ ታክል ማንቀፍ የለውም። ስለዚህ ዓለማዊ ጉዳይ ቀላል፣ አኺራን ጉዳይ ሊያበላሽ ነው ዋናው ደፋ ቀና ያለው። ስለዚህ የጌታ ስም ደጋግሞ መጠራት መወሳት አስፈልገዋል። ስለዚህ የሸይጣን ወስዋሳ ኢማንን ሊወረውር ይችላል። ስለዚህ የአላህ ስም ደጋግሞ ተወስዷል ነው የምለው። ስለዚህ ማየት የሚገባን ምንድነው? ከአኺራችንና ከዱንያችን መጠበቅ ያለበት የት ነው የበለጠ አኺራን መጠበቅ ያለበት። ስለዚህ አላህ ስም ሶስት ጊዜ ተወስዷልናል ነው። መልካም سورة الناس الناس سورة الفلق يالله شوف السسر إيهن يمسنا أهم هذا سورة الفلق بس كمان سورة عن طرق المرة بس كمان بس كمان بسورة الفاتحة لنا بسورة الناس بسورة الفلق لنا بسورة الناس لا يالله مكمل جنة فينا ساقي واجه أهم هذا سورة الفلق وإيما جمرا ولا نكس بيان سفان زاري ما جمرا ولا نكس كسر رمي فوق مدام سيجمر كليلا قل أعوذ برب الناس قل إلى سيجمرا قل قول من لنا بايزون قل بل قل بلا تنقروشن سنقوال لأنه بلا موت يما جمعنا قل بل of course بامارة تستركم بل قل قل ولا تنطوك جمعوك سيجون إني بدأ من تنكين القرآن قل لا تنطوك جمعوك قل it has two implications ولا تنبريكوشن وشارت عند أن يطرقوا من لنا الله لا تعززون الله لا تعززون قل الله لا تعززون بل على قل من اللي بلقوان على ركب قل بسنة قل على ركب هزارة تغزر ها؟ جابان بل ما تجابان على ركب تغزر شنع شمع الفنان سو يغلع عقل من يوربة يفلق الله يقول رب النتو يقلس رب النتو يقلس على من جنة مجمرة رب النتو يستمتوا أن أنت بارو شنع شو إيكي تاكونا جيتان الله بجيت النت كتبت 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 كانت بارع نمارك. ስለዚህ ይሄን ሰው መቀበል አይፈልግም። ስለዚህ ይሄን ኢጎ ኢን ዩስት ስሜትን እንዲገደብ ስለፈለጋለ ቁል አኡዙ ቢረብ الناس አውጆ ሰዎቹ ሁሉ ጌታውን በአላህ ተጠቃለው። ቁል የመጀመሪያው ቁል ጨርሰናል። አኡዙ ቢረብ الناس ረብ ምን ነው? አኡዙ ተጠቃለው ረብ በጌታ በዚህ ወደ ምን አላህ ጌታን መጀመሪያ ይመረጣል። ለምን ይላል ነገር ይከፈል መጀመሪያ إله من تتكلم ملك من تتكلم الرحمن من تتكلم لم يكن من يمين من قال نبتا لم الله رب المرضى ممكن يسوع قرآن لا يتكون الله أولا لسوء جوج راح يستوره كيد النبي الله لسوء جوج الله يمين مسلم كما سكدم بفيت اللون كيد النبي يستوره لمن ممكن يسوع الله بكيد النبي تتقبل أكالاتك ሙሉ በሙሉ ለሶስት ሰሚሽን ነው አላህ ነው ጌታችን ከተቀበል ችግር የለብህም ማለት ነው። ምክንያቱም አንተ ራስህን ኢባዱ ረህማን አርካ ያ ረህማን ያዘኑ አምላክ ባሪያ ሆነሃል ማለት ነው። ስለዚህ ሱረቱ ፋቲሃ መግቢያው ለምን ነው ያውለናል? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ረብና ያለው መውጫውስ ቁል አዑዙ ቢረቢል ናስ
الله لموسى راسو سي اصطوب سورة الطه ضمن رفايا كتر اصلا استغفر التمكن اصلا تلاي انني انا الله اني كو الله لي لا سمو بكل اصطوب انني انا الله اني الله لي كان يرزق النبو بقولة من ملك أملاك يلا فعبد أن يتجزى والصقيم صلاة من قبل لذكر إن لم أصلص قل إنني أنا الله أنك الله أن يقول سمك ما سوى وقد سورة الطه وترى سورة الطه وترى سورة الطه لموسى من دون أسوأ بقول الله أني جيتاني من دون أسوأ بقول أني جيتاني الله ما أزكى الله من جل جيتاني يسوي كل الله من قبل أن يذكرني ما جمر مننا ربيهم جدنتنا رب السماوات والأرض رب الناس رب كل شيء يقول لك جيتان سنسى قل أول لرب الناس فيزول لمن رب الناس رب السماوات والأرض منا قل أعوذ برب السماوات والأرض قل أعوذ برب للعالمين لمن الناس لمن يلمون يتلقى ما تنقى ناس يتلقى ما تنقى الله بربز دينه بمكنيات الله لازم يتلقى الناس مكنياته كان لازم يتكفو عدقا ما تبك يالبث مانو سونو بل لازم يتكفو عدقا يتلقى مانو سونو سمان ينام تنقى سنزل قول أعوذ برب الناس سبحان الله رب السماوات والأرض مكنياته سوف يتلقى أن تبز دينه أقر ميتلقى يتلقى بازيو يقول لك واش ميلان قول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس صوص الله من عندك يا الله سمعك قال الله سكتر من عندك قول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس سواد صوص الله صوص سواد صوص الله عندنا يزي اكل بالان تتكي هو شيطان سو سو هنا ما تبقى لبت سو ሁለተኛ ነገር ደግሞ አላህ የሰው ልጅ ሲያድቀው ነው ከሱ ከተሎ የሰው ልጅ ማስከተል ይሄን ያህል የሰው ልጅ አላህ አድቆታል ቁል አውዙ ቢረብ الناس ملك الناس إلهي ከአላህ ስም በኋላ አስቀምጠው የሰው ልጅ ناس 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 ለምን ወለቀ ለከረምና በኒ አደም سورة الإسراء رقم 37 سورة التين مرات 95 قطر 4 ላይ لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم የሰው ልጅ ቡና ማረከቦና ማለት ካልሰማ ሙስሊም ካፊር አይደለም የሰው ልጅ فصوركم فأحسن صوركم سورة التقوم رأس صلاة الرسول كفاكم مباركو أسان بوري في التراجع سنة يسوي جيلات درجة أن لا نلوم مكد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس زاري كان لنا أنكس مزل لك قلت لنا رميني لك أنا لنا أنكس مجاني جاينا لك كيزي سلالي لك قل أعوذ برب الناس ربنا من مكد ربنا يتكلمت في جمرة ولا تؤمن من جلو الله بجمرة رسول الله ربنا جيت من الله جلو يسوع الجمعة وكلم جيت من الله يا الله جيت من الله بجمرة ما رأيت هلا مش ترو ربنا ربنا جيت أنا نعرف إيش ترو كم جيت أنا برجع ربنا ميلو كان جيت أنا ميلو ترو كم واجد إنجليزي كان لورد ميلو كان ترو كم واجد ماستر شارن ميلو تنش ماستر ماستر بيو بيزنيا كان لي فاتيك شنو رب من بنو رب الملك سلا رب سيابا رونيان رب الملك والسيد والمربي والمرشد والقيم النزي هو رب كوبا بني على بور بوش ناتشو قالا بوش ناتشو برب وتر لي تقوي مي شنو ناتشو دغما تشو رب مالس الملك والسيد والمربي والمرشد والقيم ذلك برنامج من قاچو قل اعوذ برب الناس لما ترى يجمعون ان كفرتشان سوره الناس القران عند سو كذا في دغمي لغاغني ياسچوالو زاري انسوالو ان شاء الله مجي بالا سو اتسلچو مكنات مي سو جي نغا لما تنقوا ما وصلنا برسو منينو الله ربنا دغمو لغاغني واسوا القران مكفچو ربنا مسجدو ربنا لموسى عليه السلام جمرة رسول الناس فوق ورب الناس سلزي يقرأ الوجه تتكلم بعد قال سيتكلس بعد قال سيتكلمت إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أنت بجان قزالة
አንተም ብቻ አርዳታ ለለምናለ የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ላይ ሲኖር ያለው ዓላማ ይሄ ነው ወማ ኸለቅቱ الجن والانس الا ليعبدون سوره الزاريات 55 ዓላማችን ይሄ ነው የቁርአን አንድ ሙአሚኒን ቁርአን 104 ምዕራፎች አሉ በአንድ አንቀጽ አስተምሩኝ ካላነ ሰው የቁርአን መልእክ ያከ ነዓብዱ ወያከ ነስተዓን እንደው ተስማ አንደቀ ይያከ ነዓብዱ ወያከ ነስተዓን ይያከ ነዓብዱ አንተን እንገዛለን አይደል ለምንድን ነው አንተን እንገዛው ምክንያቱም አንተ ምን ስለሆነ ቅድም ሱራቱ እናስተን ረብ ማለት ወይስ ኢላህ ምን ስለሆነ ኢላህ ስለሆነ አምላክ ስለሆነ ከነገለ ቁል አዑዙ ቢረብ الناስ መልክ الناስ ኢላህ الناስ ምን እንደዳ አይደል ይያከ ነዓብዱ ወያከ ነስተዓን وإياك نستعين كانت من التنقل إرداتا كإرداتا بمزل إرداتا من تبقوا ديناتشنن ميا بلاش ديناتشنن لما سنكت أمنتاتشنن لما نتاك أمنتاتشنن لما نتبقوا إيماناتشنن مستو راقو في أسكارا من مفلق تلات أرلن شيطان سلزي قول عبد الرب الناس ملك الناس إلهي الناس إن شاء الله بس بسيط خلناس الذي وسوس فيه سورينس اللهم اجعلنا من الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.